كويس جدا الحمد لله. باشمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على الريفت فور لاندسكيب، هنتكلم على مشروع كيس ستادي عملناه في شركه ايجيك. انا خالد طارق، مهندس معماري في ايجيك. النهارده ان شاء الله هنتكلم على كيفيه استخدام الريفت في مشاريع اللاندسكيب، وهل الريفت يقدر ينتج مشاريع اللاندسكيب. هنتكلم على البروجكت اللي عملناه، وهنبتدي نتكلم على أول خطوة ممكن نعملها في المشاريع البيم عامة، ثم نبدأ نتكلم على الموديلينج الخاص باللاندسكيب والبلاجنز اللي ممكن تساعدنا أو الأدونز اللي ممكن تساعدنا في الإنتاج. الاوبجكتيف من النهارده ان شاء الله، من الويبنار بتاع النهارده ان شاء الله، ان هنفهم ازاي البيم داتابيز تقدر تساعد وتبسط كميه الشغل الكبيره اللي بتبقى موجوده في اللاندسكيب من الانفورميشن والدوكيومنتيشن. هنعرف ازاي نقدر ان شاء الله نستخدم الريفت في اللاندسكيب، ونشوف ايه الصعوبات اللي بتواجهنا وايه الادنس اللي هتسهل علينا الاستخدام. فبالتالي أول حاجة لازم نفكر فيها هو ليه أصلاً إحنا هنشتغل مشاريع اللاندسكيب بالريفت. أول حاجة طبعاً عشان الريفت هو سوفت وير تابع لمنظومة البن، وبدأت مؤخراً الحكومات والكلاينتس كلهم بدأوا يطلبوا إن المشروع عايزينه كامل بن، سواء اركتكتشر ام بي ستراكشر لاندسكيب، المفروض كله يبقى بن. فبالتالي السوق هو اللي بيحركني، هو اللي بيخليني أروح دلوقتي إن أنا أشتغل سوفت وير خاص بالبن، سواء الريفت او السيبر 3 دي. بس النهارده احنا هنركز على الريفت. طبعا نقطه ان المهندسين زمايلي اللي شغالين معايا في المشروع هم كمان شغالين بالريفت، فده بيساعد في الكولبريشن. انا كمهندس لاندسكيب ابدا اشتغل ريفت واقدر الينك الفايلز بين بعض، بحيث اقدر اشوف الداتا بتاعتي والانفورميشن كلها، واللخبطه اللي كانت بتحصل من عدم فهم المعماري لخط الجريدنج حوالين المبنى، او اللاندسكيب كان دايما بيتلخبط في ترجمه شكل المبنى. الشيد بالنسبه له ساعات بتبقى بلان، فبالتالي ما بقى في اماكن معينه بيحصل فيها كونفليكت. فالكلام ده كله الريفت بيقدر يساعدنا في ادراكه. طيب ايه البنفيت اللي الريفت هيقدمها لي في مشاريع اللاندسكيب او عامه؟ حتى اول بنفيت وهي اهم بنفيت موجوده في سيستم البيم، ان هي البيم دايما معتمد على وان سورس للانفورميشن بتاعتي كلها، والمشاريع الناجحه كلها بتبقى معتمده على البوينت دي. ازاي يبقى عندي وان سورس للانفورميشن بتاعتي كلها، بحيث انا مش عشان اجيب داتا او انفورميشن هضطر افتح كذا دوكيمنت، وساعات يبقى في كونفليكت ما بينهم، ساعتها انا هبدا اقلق من المشروع. فميزه البيم عامه والريفت ان هو بيعتمد على وان سورس للانفورميشن. اقدر الاقي مثلا الشجره ليها التايب بتاعها، ليها العدد بتاعها، ليها الكوست، وليها الداتا بتاعتها كلها. طيب ودوت على اساس ايه؟ فكره الريفت ان هو بيشتغل بكاتيجوريز وبالفاميليز وبالبارامتريك ديزاين، ان انا عندي كل فاميلي في الريفت عباره عن موديل لانفورميشن. الموديل دوت اقدر في البلان يبقى ليه شكل، في الاليفيشن ليه شكل، في 3 دي ليه شكل. فبالتالي فكره ان انا مثلا زمان كان يطلع كومنت من كلاينت مثلا لشركه ان مقاس الشباك في البلان غير مقاس الشباك في الويندو، كان بيبقى كومنت بايخ يعني. فطبعا الحاجات دي في الريفت بقت استحاله تطلع، علشان انا بقت شغال موديلنج، شغال بارامتريك ديزاين، بقدر الشباك اللي بحركه او البنش اللي بحركه في السايد بيتحرك في الالفيشن، مقاسه بيتغير، فبالتالي سهل علينا النقطه دي. من احد البنفس كمان ان انا دلوقتي، زمان لما كنت باجي اشتغل في مشاريع اللاندسكيب كنت بضطر اشتغل اوتوكاد وبطلع البيانات من اوتوكاد، وبعد كده اروح على الفوتوشوب عشان اقدر اعمل لها برزنتيشن، واطلع الموديل بتاعي للسكتش اب علشان اقدر اعمل له فيجوال. طب الكلام ده كله دلوقتي موجود في الريفت، مش محتاج
ان انا اشتغل على كل على كذا سوفت وير واضيع الوقت. بالاضافه لكده كمان ان الريفت هيفضل شغال معايا ابديت في الاسكيماتيك وفي الديتيل ديزاين وفي لغايه الكونستراكشن، الموديل بيتعمل له ديفلوبمنت وبيتطور معايا، فبالتالي على طول هيبقى عندي الرسومات البرزنتيشن بتاعتي اللي بتطلع زي الفوتوشوب او زي السكتش اب او 3 دي ماكس والرندر. وكمان الريفت انا شغال عليه تبقى عندي كل الدوكيمنتس بتاعتي موجوده كلها في فايل واحد، سواء البلانز بتاعتي او ال 3 دي والديتيلز بتاعتي السكادولز، فبالتالي بيسهل عليا عمليه الانتاج. طيب ايه التحديات اللي بتقابلنا في الريفت؟ التحديات اللي بتقابلني في الريفت في مشاريع اللاندسكيب ان التولز بتاعت الريفت بخصوص اللاندسكيب قليله جدا. لو دخلت على مودلنج سايت بتلاقي ان التولز عباره عن توبو سيرفيس سايت كومبوننت اقدر اجيب منه الشجر وحاجات بسيطه والباركينج كومبوننت. التعامل مع التوبو سيرفيس في الريفت شبه يكون مستحيل او صعب جدا لو قارنته ببرامج تانية او سوفت وير تانية زي ستيبل 3 دي. التعاون لسه ما بين الريفت والستيبل 3 دي ستيل لسه في، يعني في شيء غريب، ليه مش ما فيش لينك ما بين الريفت والستيبل 3 دي بحيث يدي نتائج مظبوطه وكويسه ويبقى ابديتد زي ما انا بعمل لينك مع الاوتوكاد او بعمل لينك مع الاي اف سي؟ لسه ستيل لغايه دلوقتي ستيبل 3 دي التعاون بينه وبين الريفت صعب. اللايبرري بتاعت الريفت بخصوص اللاندسكيب ستيل برضه ضعيف. انا دلوقتي كمعماري او كمهندس ام اي بي بقى عندي لايبرري اونلاين اقدر اخش عليها اجيب الداتا واجيب المانفاكشر بتاعها واجيب الديتيلز كتير كتير جدا اقدر اجيبها، ولكن للاسف في اللاندسكيب لسه الموضوع دوت مش منتشر. طيب ان شاء الله هنتكلم على كيس ستادي بتاعتنا اللي اشتغلنا عليها في شركه ايجيك، وهو كان مشروع في السعوديه. المشروع كان كبير، كان حجمه كبير، عباره عن 6 بارسلز، كل بارسل فيهم تقريبا عباره عن كذا مبنى. كان السكوب بتاع اللاند سكيب فيه عباره عن جزئين، جزء ليه علاقه باللاند سكيب اللي موجود في السايت، والجزء اللاند سكيب اللي مزروع فوق المبنى البوديوم. لو جينا شفت الصورة اللي طلعت من الريفت فده شغل السايد بتاعنا وده الشغل المزروع فوق في المبنى، شغل اللاند سكيب، وده الجزء التاني من المشروع بارسل 1 الجزء السكني وده هو البارسل 3 بالديتيلز. طيب ايه اول حاجه لازم ابدا افكر فيها لما اجي ابدا مشروع بيم، سواء لا سواء لاندسكيب او معماري؟ هي البيم اكسكيوشن بلان. البيم اكسكيوشن بلان هو يعني المفتاح لنجاح اي مشروع بيم، وبالذات لما يكون سكيل المشروع كبير ومتكون من كذا مكتب في كذا ملف في كذا بلد او مباني كتير. البيم اكسكيوشن بلان بيبقى هو اهم شيء في الموضوع، هو اللي بيقلل الويست اللي ممكن يحصل في المشروع بسبب اعاده الشغل او عدم الاتفاق على بعض الامور المهمه اللي موجوده في البيم اكسكيوشن بلان. فالبيم اكسكيوشن بلان هو عباره عن ايه؟ عباره عن توصيف لبعض البروجكت انفورميشن، مين الكونتاكت اللي هتبدا تتعامل معاهم، الاي اي ار، مين مسؤول عن ايه، رولز وريسبونسبيلتي، ايه اهداف البيم، ازاي هنعمل كولابوريشن ما بين التيم. والحاجات دي كلها بيم اريبيا طبعا اتكلموا فيها كتير باستفاضه، فخلينا نتكلم المره دي على الجزء اللي خاص بالمشروع بتاعنا، وهو اول حاجه الموديل استراتيجي. لما باجي اشتغل على مشروع بالحجم دوت او في مباني كتير قوي وحجم المشروع كبير، فلازم اول حاجه ابدا افكر فيها ازاي هقدر اقسم الفايل بتاعي لكذا موديل، بحيث زي ما نعمل زي ما الستاندرد بيقولوا ان الفايل الريفت ما ينفعش السايز بتاعه يبقى اكتر من 150 ميجا بايت
علشان يسهل على اليوزر انه يشتغل وينتج اسرع. فبالتالي المشروع بتاعنا بدأ يتقسم لمودلز، كل بارسل ليه موديل لوحده كلاند سكيب، والسايت موديل لوحده. فبقى عندي لكل بارسل موديل وعندي للسايت موديل، وبالتالي برضو المعماري لكل بارسل عشان عنده مثلا 10 مباني عامل 20 فاير ريت لكل بارسل. فازاي كلنا هنبدأ نشتغل مع بعض بحيث نشوف شغل بعض، ولما اجي اعمل لينك لفايلات الريفت كلها تنزل في المكان بتاعها باي شورت كوردينيت او باي اورجن تو اورجن، عشان ما يحصلش الميستيكس اللي بتحصل. تاني حاجة بدأنا نفكر في الموديل استراتيجي، ان احنا الموديل بتاعنا لازم يكون موديل لوحده خالص، عبارة عن موديلنج فقط. ثم بعد كده الموديل ده بنبدأ نعمل له لينك في فايل انوتيشن، بنسميه فايل انوتيشن، بحيث بنحط جواه اللينك بتاع الموديل ونبدا نطلع من عليه الدايمنشن والتاجز بتاعتنا والانوتيشن كلها. ثم بنجمع كل البارسلز، يعني انا دلوقتي بقى عندي 6 مودلز او 3 مودلز للمودلنج بتاعي زائد السايت يبقى 4، ببدا اعمل قصادهم 4 فايل انوتيشن كمان لكل بارسل. ثم فايل واحد في الاخر خالص بنسميه كونتينر فايل، بنجمع فيه شغل اللينكات الانوتيشن كلها عشان نبدا نطلع فيه الشيتس بتاعتنا. طيب هيفيدني في ايه التقسيمه ديت؟ التقسيمه دي هتفيدني في كذا حاجه. اول حاجه حجم الملف نفسه، حجم ملفات الريفت هقدر اكنترول عليها بحيث ان مفيش فايل من المودلز او الانوتيشنز يعدي ال 100 ميجا، فبالتالي هيسرع الاداء. التقسيمه دي برضو هتفيدني في اليوزرز نفسهم. المشروع اللاندسكيب اللي احنا اشتغلنا فيه لما ابتدى كان تيم اللاندسكيب لسه بيبتدي ريفت، فبالتالي عملنا خطه، البيم مانجر بدا يقعد معاهم، بدا يعلمهم الريفت، وبدانا نقسم التيم بتاعهم لكذا مستوى، مستوى يقدر يشتغل للمودلنج، ومستوى يقدر يشتغل في الانوتيشن، وفي الريفت شيت فايل الكونتينر بتاعه. فالناس السينيورز او الناس اللي اتقنت الريفت بداوا يشتغلوا هم في المودلنج، والناس اللي لسه كانوا بيبداوا يخشوا او لسه بيتعرفوا على الريفت بداوا يشتغلوا في الانوتيشنز، بحيث يبقى نسبة الخطأ في الانوتيشنز لو حصلت هتبقى قليلة جدا عن حد يمسح مثلا شغل اللاندسكيب في الفايل بتاعنا. برضه فيها فايدة كبيرة جدا ان فكرة تقسيم الفايلز عامة، لو حصل اي كوربت في الفايل بتاعي فلما هنضطر نرجع باك اب مثلا للفايل بتاعنا اليوم او لساعة فاتت، فلو احنا مثلا تيم عبارة عن 15 او 20 واحد شغال في المشروع وحصل الكوربت دوت، هنضطر كلنا نعيد شغلنا تاني. بس لو بدأنا نقسم التيم بتاعنا مين يشتغل في موديل ايه ومين يشتغل في الانوتيشن، لو حصل واحد الفايل بتاعه ضرب خلاص يبقى هو مكسور عليه هو و2 او 3 زمايله مش التيم كله. طيب تاني حاجة في الديم اكسكيوشن بلاي، لازم نعرف السكوب بتاعنا. والسكوب بتاعنا كان في المشروع دوت ان احنا نحول المشروع من سكيماتيك ديزاين من LOD 100 لغاية التندر ديزاين LOD 300. المشروع ده كان في 2016، فكان لسه ما فيش ال او دي 350، بس احنا عرفنا بالديتيلز نوصل المشروع ل ال او دي 350. فكان اهم حاجه في التاسك بتاعتنا ان احنا ازاي في الديتيل ديزاين نقدر نسلم المشروع بالليفل اوف ديتيل المطلوب، ما نزودش في الشغل ولا نقلل في الشغل. وبالتالي رجعنا طبعا للاي اي 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 بين فورم بحيث نبدا نشوف ايه الديتيلز المفروض تظهر معانا في المشروع. وبدانا كمان نلاقي في البيم اكسكيوشن بلان الكوردينيشن اند كلاش افويدنس،
بدل ما نتفق ازاي هنقدر نعمل كوردينيشن ما بيننا وما بين التيم اللي موجود في كذا مكان. اتفقنا ان احنا كل يوم مثلا 3 في الاسبوع هنبدا نبعت الفايل للريفت بتاعنا للبيم مانجر، يبدا يعمل عليه كلاش ريبورت يوم الاربع، والكلاش ريبورت ده بيبدا يوم الخميس يطرح على الديزاين تيم، والقرارات تتاخد يوم الجمعه ترجع على الفايلات لين، وفضل الموضوع ده يتكرر اسبوعيا لغايه نهايه المشروع. من النقط المهمه برضو ان نبدا نتفق على البروجكت بيس بوينت، اكس والواي هيبقوا فين. فايل نيمينج كونفرنتيشن، ازاي نقدر نسمي الفايل بتاعنا عشان كلنا نبقى شغالين بنفس التمبلت في طريقة تسمية الفايلز، ما يكونش كل واحد شغال بستاندرد الشركة بتاعته، فبدأ يكون الفايل نيمينج موجود. الورك سيت لازم برضو الورك سيت تتسمى بطريقة معينة، بحيث الورك سيت هتساعد علينا التيم ان كل واحد يعرف التاسك اللي هو شغال فيها واقدر اساين عليها ناس معينين. الورك سيت النقطة المهمة فيها كمان عشان انا اقدر اراجع الورك سيت بتاعت المشروع، بتخليني اراجع المشروع جزء جزء. فلما كنت بعمل التاسك دي كل اسبوع علشان ابعت الفايل للبيم مانجر، كنت بكتشف اخطاء زي حاجات مش محطوطة على الورك سيت او الهوست بتاعها مش مظبوط. ففكرة ان انا اراجع الورك سيت نفسها بتخليني اكتشف مميزات كتير. الورك سيت برضو من الحاجات المهمة جدا في اظهار الشغل، بحيث انا لما باجي اظهر الشغل المعماري انا عايز اظهر الفلورز، او عايز اظهر شغل اللاندسكيب الفلورز كلها محطوطه تحت كاتيجوري فلورز. فبالتالي لو انا عايز افصل اشوف شغل السوفت سكيب بس او الهارد سكيب، لما اروح على الكاتيجوري هلاقي فلورز، لو قفلتها كل الفلورز هتقفل السوفت بالهارد. فبالتالي لو انا قادر اعمل فلورز بتاعت السوفت سكيب تحت ورك سيت اسمها هارد سكيب، والسوفت تحت ورك سيت اسمها سوفت سكيب، هقدر اكنترول على الفايلز بتاعتي واللينكات بتاعتي. والورك سيت استخدمناها برضو في المودلز بتاعت المعماري. مودلز المعماري كان في كل بارسل تقريبا 10 20 مبنى، كتير جدا. فبالتالي عشان انا ابدا اجمع الشغل ده عندي واظهره، بدات افتح فايل ريفيت ولينك جواه كل الفايلز المعماري، وابدا ادي لكل فايل فيهم ورك سيت، بحيث لما اجي اجمعهم في السايت اقدر اكنترول ايه اللي يظهر في السايت وايه اللي يظهر في الدور اللي فوق للبارسلز. الاليمنت اونر شيب، مين اللي مسؤول عن الجريدز في المشروع، مين اللي مسؤول عن الليفلز في المشروع، مين اللي مسؤول عن الستيرز، وامتى انا كلاند سكيب لو في ستير في المشروع والمهندس المعماري هو اللي مسؤول عنه كليفلز او هو اللي مسؤول عنه، امتى هيسلمه له وامتى يبدا يظهر عندي. بدانا نتفق برضو على طريقه اكسبورت الاوتوكاد من الريفت، بحيث يطلع الاوتوكاد تمبلت واحده مننا كلنا. ومن الحاجات المهمه طبعا في البروجكت تمبلت، اول حاجه الريفت فيرجن، لازم اول حاجه اسال عليها ايه الريفت فيرجن اللي هنشتغل عليه، بحيث لو انا شغال المشروع كان 2016 ريفت 2016 وانا نسيت اسال سؤال زي دوت مثلا، واشتغلت ريفت 2017، فخلاص الوقت اللي انا اشتغلته ده كله ضاع، مش هينفع ارجع اعمل سيف لريفت 2016. ببدا من خلال البروجكت تمبلت ابدا اكريت التمبلت اللي هتقدر اللي هيقدر منها التيم يشتغل عليها. التيم كان كله لسه بيتعرف على الريفت، فلو كان دخل اشتغل من غير تمبلت وبحجم المشروع دوت، كان هيبقى الكنترول والمونيتور على المشروع كان هيبقى صعب جدا. فبدانا نكريت الفيو تمبلت لكل سيريز، سواء الجنرال ارينجمنت، الهارد سكيب، السوفت سكيب. بدانا نعمل الشيرد بارامتر اللي محتاجينها التيم بتاع اللاند سكيب، وعلشان احنا عندنا المشروع متقسم لكذا موديل وكذا موديل انوتيشن وكذا فايل ريفت، كنا لازم نعمل شيرد بارامتر بحيث الداتا بتاعتنا تبدا تتقري من نفس البارامتر في كل فايلز الريفت بتاعتها. وبدانا نكريت السكادول تمبل بحيث تبقى جاهزه مجرد ما الشغل يتبني على الريفت يبدا يظهر معايا في السكادولز.
والسكوب بوكس. السكوب بوكس كانت من الحاجات اللي في المشروع ده، كانت مهمه جدا بحيث ابدا اقسم المشروع بتاع البارتس، وتطلع البارتس هي اللي موجوده في اللاندسكيب، هي البارت اللي بيطلع في المعماري، اللي بيطلع في الالكتروميكانيكال، بحيث يطلع المشروع كله متناسق مع بعضه طالع تحت امبريلا واحده. طيب لو هنبدا نتكلم على الهارد سكيب إيليمنت، فهنبدأ نتكلم على الجزء بتاع البوديوم، الجزء اللي فوق مش السايد. فهنلاقي إن عشان أقدر أعمل الهارد سكيب في المشروع ببدأ أستخدم الفلور والروف، ما بستخدمش التوبو سيرفيس. مشكلة التوبو سيرفيس إن هو بيبقى عبارة عن ماتيريال واحدة، مفيش لايرز للفلور، فمش هقدر ادي تشطيب وادي ايه المونه المورتر اللي تحت التشطيب، مش هقدر ادي اللايرز بتاعتي كلها. فبلاقي عشان اقدر اعمل هارد سكيب بستخدم الفلور والروف، استخدم الستيرز، الرامب، الريلينج، الوول، وكل التابس دي موجوده في الاركتكتشر. فبالتالي لو بدانا بالبيفنج فلور لازم اعمله فلور، ولازم ابدا اساين اللايرز بتاعتي بالماتيريال اللي مطلوبة علشان نيجي في آخر المشروع لما نيجي نعمل ديتيلز يطلع لي الدايمنشن بتاعتي أو يطلع لي الانوتيشن بتاعتي فعلا حقيقية من الموديل. الكيرب بيتعامل في الريفيت من خلال سلاب اتش أو روف جتر لو هستخدم الروف، او ممكن اعمله موديل ان بليس وابدا استخدمه على الروف او الفلورز. الريلينج في الريفت بستخدمه بامر الريلينج. الفنس يفضل ان انا استخدم الفنس ككيرتن وول، اقدر اتحكم في البروفايل البانل بتاعتي والبروفايل بتاع المليونز بحيث اعمل الشكل اللي انا عايزه. الفرنتشر بستخدمها طبيعي ككومبوننت، واقدر احط الكومبوننت في السايد بتاعي سواء لايتنج او فرنتشر وابدا اطلع البلانز بتاعتي. السوفت سكيب، السوفت سكيب من اول الحاجات في الريفت بتقابلني فيها صعوبات شويه. فكره السوفت سكيب في الريفت ان انا هبقى محتاج بعض الحاجات اعمل لها الكونتات بتاعتها او السكادولز بتاعتها بالعدد، وفي حاجات هضطر زي الشروبس اعملها بالاريا واجيب في كل اريا في كام شروبس موجود او لون. فبالتالي اول حاجه في الريفت الشجر. الشجر في الريفت هو بيبقى عباره عن ار بي سي فاميليز او 2 دي فاميليز. الار بي سي بتبقى عباره عن صوره محطوطة في الإكس والواي بحيث تظهر الريندر بتاعها في جميع الاتجاهات، وبيبقى ليها بلان وبيبقى ليها الإليفيجن بتاعتها. مشكلة الفاميلي في الريفت بتاعت التري إن هي ملهاش روت بارير، ملهاش روت، فبالتالي لما أنا أجي أعمل كوردينيشن ما بيني وما بين الإنفراستراكشر هبدأ أقابل مشكلة. عشان كده يفضل إن أنا التري في السوفت سكيب ابدا اعمل لها فاميلي بحيث اتحكم في حجم جذر الشجره وحجم الشجره نفسه. يعني حتى التري بتاعت الريفت كحجم الشجره من فوق مش حقيقي، فبالتالي ممكن تكون الشجره حجمها ضخم او مش بتظهر بصورتها الحقيقيه في الريفت. فبالتالي انا يفضل ان انا اعمل الفاميلي بتاعتي للشجره بناء على 3 أجزاء عبارة عن الجذر وساق الشجرة وحجم الشجرة نفسه بحيث أقدر أكنترول من البارامترز بتاعتي. ثم بعد كده الأيتيمز كلها اللي ليها علاقة بالسوفت سكيب زي الشربس والجراوند كفر واللون وكل الحاجات ديت ما ينفعش كريتها كتري، بكريتها كفلور، والفلور بتاعتي ببدأ أديها لايرز على حسب كل نوع انا بستخدمه، واقدر اديله الداتا بتاعته زي الهايت واللايرز والديبس والاريا اللي هتطلع لي
من استخدام الشروبس، عشان في الاخر برضو اقدر اطلع الديتيلز من الموديل بتاعي. فبالنسبه للسكادولز، لما باجي اكريت الهارد سكيب في الريفت، ببدا اكريت السكادولز بتاعتي، فلازم لما اجي اطلع الهارد سكيب ابدا افكر في الكومبوننت اللي هطلعه، هل هيطلع ماتيريال تيك اوف ولا هيطلع سكادول كوانتيتي، هل الايتم ده هطلعه كعدد ولا هطلعه كاريا. فبالتالي حق اليمنت الهارد سكيب اغلبها بيطلع ماتيريال تيك اوف. انا عايز اعرف الماتيريالز بتاعت اللايرز، الفلورز كلها، التشطيب ايه وايه اللي تحت التشطيب، فكل ده بيتعامل بماتيريال تيك اوف. بقدر من خلال الماتيريال تيك اوف ادخل الداتا والانفورميشن اللي انا عايز اطلعها كماتيريال، كسايت، كجوينز، كالكالر بتاعي، بحيث واقدر كمان اكريت النيو بارامترز لو انا عايز اكريتها، اللي اوريدي انا خلاص عملتها في الشيرد بارامترز، بحيث يقدر يطلع لي سكادول زي كده. اقدر احط الايمج بتاعت كل تشطيب بتاعي، شكله عامل ازاي في البلان، الكود بتاعه، الديسكريبشن بتاعه، موجود في انهي دور. الانفورميشن دي كلها عباره عن بارامترز جوه الريفت، انا بقدر ادخلها واقدر استفيد منها في الجداول بتاعتي او من خلال التاجز اللي بستخدمها في المشروع. وطبقا للتصنيف بتاعي ببدا الهارد سكيب ابدا اصنفه، انا عايز هارد سكيب الموزايك يبقى في جدول لوحده، عايز الرابر يبقى في جدول لوحده، عايز البري كاست كله يبقى في جدول لوحده. كل ده من خلال وانا بشتغل على الريفت ببدا امسك كل ماتيريال في المشروع، ببدا اديها كلاسيفيكيشن، ده عباره عن بري كاست، ده عباره عن وود. فبالتالي لما باجي اعمل السكادول بتاعي اقدر اسورت وافلتر بالداتا اللي انا عايزها. فبالتالي لو انا عندي ووتر، فببدا اكتب في الديسكريبشن بتاعها مثلا ده عباره عن ايه، ده ووتر، ده بلانتنج، ده بيفنج. التصنيفه ديت هي اللي بتخليني اقدر بعد كده اكنترول واطلع المنتج اللي انا عايزه، واعمل فلتر للانفورميشن بتاعتي. الفرنتشر سكادول نفس القصه بالظبط، ببدا اعمل لكل ايتم عندي في المشروع، ببدا انزله في البارامتر بتاعته، شكله عامل ازاي في الحقيقه، الكود بتاعه، الانفورميشن بتاعته كلها من خلال البارامترز اللي انا عاملها واللي بنبدا ندخل المعلومات فيها. لعب الاطفال، يعني حتى لعب الاطفال دي ما بتتعمل، ما عملناهاش موديلنج في المشروع، احنا كل اللي عملناه فيها كانت عباره عن 2 دي اوتوكاد بس جوه فاميلي بتاع الفرنتشر، وجبنا الصورة حطيناها ونزلنا لها الانفورميشن بتاعتها كلها. فهي الفكرة مش في المودلنج على قد الفكرة في الانفورميشن اللي المشروع محتاجها، وازاي تبدأ تدخلها في بارامتر معين علشان تبدأ تستخدمها في السكادولز بتاعتك. نفس الكلام في اللايتنج سكادول والفنس والجيت. السوفت لاند سكيب برضه نفس القصه، اول تشالنج بيقابلنا فيها ازاي نقدر نطلع التريز. خلاص سهله ان انا اقدر اطلع الكاونت بتاع التريز، عندي كام شجره في المشروع. الشربس ببدا عايز اطلعها وهي مش معموله بالعدد، احنا عاملين فلور ومدين للفلور دي ماتيريال بالشربس بتاعنا، فبالتالي انا ببقى محتاج ان انا اعمل فورمولا جوه الريفت اقول له ان الاريا فيها قد ايه شربس. فبالتالي انا بحسب الاريا بتاعت كل شربس قد ايه. لو الشربس عندي عباره عن مثلا عن متر في متر، تبقى هي عباره عن واحد، فبمسك الاريا اضربها في عدد الشربس بيطلع لي الكاونت اللي موجود. فبالتالي اقدر من البارامتر دوت من خلال التاج احط البارامتر دوت في التاج بتاعتي واطلع الشروبس والاريا بتاعتي، كام شروبس في الاريا، ببدأ من خلاله اطلع السكادولز بتاعتي. من خلال
خلال لو شفنا الصورة، معلش هنا ببدأ كل جزء الشرابس ببدأ أطلع اسمه إيه والكمية بتاعته قد إيه، يعني عبارة عن 90 واحدة في الأريا 22 متر. فأنا عشان أقرأ الداتا دي أوتوماتيك اضطريت إن أنا أعمل الفورمولا بتاعتي بحيث تطلع لي العدد ده. باخد الأريا بتاعت الشروبس وأضربها في عدد الشروبس أو أقسمها على عدد الشروبس اللي موجودة في الأريا ديت عشان تطلع لي العدد المظبوط بتاعي. ونفس الكلام التريز، التري في اللاندسكيب عشان أقدر أحصرها بضطر إن أنا احصر نفس الطيب، يعني دول ثلاثة جنب بعض فبكتب النوع وبكتب جنبيهم العدد. فالكلام ده دي الصعوبات اللي كانت بتواجهنا في المشروع وهنشوف ازاي قدرنا نحلها. الستيكنج في الريفت بيطلع، الريفت بيقدر يطلع اكس وواي كوردينيتس لكل جزء في المشروع، بس لو انا عايز ابدا اطلع بوينت دي بوينت 1 دي بوينت 2 والاكس والواي والزد تطلع على هيئه سكادولز مليانه بالنقط، فدي برضو من الصعوبات اللي كانت بتواجهنا في المشروع. طيب لو فتحنا الفايل الريفت فايل الريفت وجينا دلوقتي نشوف فكرة الستيكنج، انا دلوقتي لو انا عندي فلور او عندي وولز في المشروع فهي فكرة الريفت ان انا باجي اعمل من انوتيت اقول له انا عايز اطلع سبوت كوردينيت بيبدأ يطلع لي البوينتس بتاعتي الكوردينيتس بتاعتها. بس هل انا اقدر اطلع البوينت دي هي رقم كام واقدر اطلعها في سكادول؟ فاضطرينا نستخدم في الكيس دي ادنز اسمه اكس واي زد. اكس واي زد هو عبارة عن بلوجن كل مهمته انه بيبدا اقول له انا عايز احط الاكس والواي بتاعه الاليمنت اللي انا هختاره. ففي الكيس بتاعتنا احنا اخترنا الاستراكشر كولوم وبدانا نوزع الاستراكشر كولوم في المشروع بحيث نطلع الاكس والواي والزد بتاعتنا. فبلاقي هنا كل الكاتيجوريز موجوده الاستراكشر كولومز. طبعا انا ما عنديش دلوقتي استراكشر كولومز فببدا احط الاول الكولومز بتاعتي، فعشان كده رحنا عملنا بدانا نوزع الاستراكشر كولومز بتاعتي. و جينا نحطها هنا سوري أوزع البوينتس بتاعتي على المشروع. عندي دي بوينت، عندي هنا بوينت، عندي هنا بوينت، طبقا للشغل اللي موجود عندي لكل كورنر مثلا للوولز او للريدياس بتاع الكيرب بدأنا نوزع البوينتس بتاعتنا كلها. الفكرة في الاستراكشر كولوم انا رحت دخلنا مسحنا شكل العمود نفسه، يعني العمود نفسه ما بقاش موجود، رحنا بس ضفنا شكل اللي احنا عايزينه يطلع كبوينت.
وبدأنا نعمل لود في المشروع، وبالتالي لقينا هنا الاكس كوردينيت والواي كوردينيت لكل بوينت احنا حطيناها المفروض تبدأ تطلع باستخدام البلاجنز بتاعنا. فبالتالي بروح للادنس وابدا اختار الاستراكشر كولوم، فيبدا يقول لي كام عمود عندي او كام بوينت كوردينيت عندي في المشروع، وعمل لها ابديت وادوس اوكي. ببدا الاقي ان كل بوينت من المشروع اقدر اديها دلوقتي مثلا مارك، دي عددها رقم واحد، دي رقم اتنين، وبعد كده اقدر اروح اعمل انوتيت مالتي كاتيجوري وابدا اطلع التاجة للعمود دوت، اضطر اخش جوه التاجة بتاعتي edit label وخليه يقرا المارك. ببدأ أعمل لود في البروجكت بتاعي، فيبدأ يطلع لي كل نقطة رقمها كام، ومن خلال النيو سكادولز أقدر أوصل للاستراكشر كولومز وأدخل البارامترز بتاعتي والمارك. الكوردينيتس بتاعتي اكس كوردينيت والواي كوردينيتس، وابدا ادوس اوكي. فيبدا يطلع لي النقط بتاعتي واحد واثنين والاكس والواي بتاعتهم فين. فبالتالي اقدر اتاج باقي الاليمنتس كلها، ومحتاجش ان انا احط السبوت كوردينيتس كده وابدا ارقمهم كلهم. طيب ميزه البلجن دوت ان انا لو انا حركت الكولوم ده كده لو انا حركت البوينت بتاعتي فهي النقطة رقم اتنين ما بتتحركش او ما بتعملهاش ابديت، فبالتالي لازم اخش على الادنز بتاعي وابدأ ابديت واختار الاستراكشر كولومز تاني. فيبدأ يعمل لهم ابديت وابدأ الاقي ان بوينت 2 بتاعتي الارقام بتاعتها اتغيرت. فبالتالي ببدأ اعمل القصة ديت في المشروع كله، يعني البوينتس بتاعتنا هنا كل السوفت او كل الكورنرز او كل النقط اللي انا كنت محتاجها بدل ما نوزعها كستراكشر كولومز، وبدل ما نطلع الاكس والواي بالزيت بتاعتها بحيث نقدر نطلع سكادولز لكل بوينتس بتاعت المشروع. يعني تقريبا كان في 7 أو 8 شيتس عبارة عن بوينتس بس بالإكس والواي بتاعتهم.
الجريدنج في اللاند سكيب احنا بنبدا نستخدم فلور في الجزء اللي هو الخاص بالبوديوم اللي هو فوق السطح، علشان ما فيهوش توبو سيرفيس او ما فيش جريدنج، بنبدا نستخدم موديفاي التولز بتاعت الفلور، ان احنا نبدا نعمل سبليت او موديفاي البوينتس بتاعتنا بحيث نعمل سيستم الدرينج بتاعنا. ولكن الريفت برضو في الكيس ديت ضعيف جدا بالمقارنه بالسيبرس 3 دي. فاللي احنا عملناه في المشروع ان احنا اشتغلنا الجريدنج على السيفل وعملنا له امبورت جوه الريفت، وطلعنا الجريدنج بتاعنا. فالشكل اللي باين ده دلوقتي هو عباره اللاينز دي عباره عن الفايل اوتوكاد، حطيناه على الجريدنج او الفايل اللي جه من السيفل عشان يدينا شكل البلان، وده الفايل المعماري ريفيت عادي، وبدانا نطلع منه الشغل الجريدنج. طيب التوبو سيرفيس، مشكله التوبو سيرفيس في الريفيت ان هي زي ما قلنا في الاول، هي مشكلتها ان هي بتاخد ماتيريال واحده بس، ما بقدرش اقسمها لليرز. فاميليز كتيره من اللي موجوده في الريفت ما بتعملش هوست على التوبو سيرفيس. لو انا عندي فلور راسمه على التوبو سيرفيس، فهي الفلور بتبقى ما بقدرش اعمل لها الاين من خلال الريفت، فبضطر اعملها مانيوال وبتديني نتيجه مش كويسه، فبضطر استخدم ادنز وبلاجز عشان اعمل البوينت ديت. الريفت بيقرا التوبو سيرفيس على اساس ان هو مثلثات، في حين ان السيفل 3 دي بيطلع لي الموديل بتاع. اغلب المودلز اللي بتجيلي عشان تخش جوه الريفت بتبقى عباره عن بوينتس، فبالتالي لو انا محتاج اشتغل ما بين السيفل 3 دي والريفت واعمل امبورت، محتاج الناس اللي شغاله على السيفل تطلع لي فايل تي اي ان مثلثات عشان يقدر الريفت يفهمها وما يفترضش نقط عشان يبدأ يكون المثلثات بتاعته عشان تطلع البوينتس بتاعته السليمة. مشكلة التوبو سيرفس برضو ان مفيش جريدنج تول اقدر اتحكم فيها في الريفت، يعني ما اقدرش اخلي الكونتور بتاعي سموث، ما اقدرش اتحكم في منسوب الطريق زي السيفل واعمل الاينمنتس واعمل شغل الجريدنج. فبالتالي يفضل في الجريدنج ان انا ابدا اتعامل مع السيفل 3 دي. ولو جينا بصينا على التولز اللي موجوده جوه الريفرس من ناحيه التوبو سيرفيس، فابدا الاقي ان التوبو سيرفيس عباره عن ابدا يا اما ابدا ابليس بوينت، يبدا اما اقدر اعمل امبورت لفايل واحوله للبوينتس بتاعتي، غير كده يعتبر مفيش. في بس ان انت تقدر تطلع الكات والفيل طبقا للاكزيستنج توبو سيرفيس والنيو كونستراكشن توبو سيرفيس. في اخر المشروع لما جينا نعمل الديتيلز، طبعا كانت الخبر السار ان احنا من الشغل اللي قدرنا وتعبنا فيه قدرنا نطلع من خلال الشغل دوت الديتيلز بتاعتنا كلها، وكانت نسبة الخطأ فيها من ناحية الانفورميشن ومن ناحية التاجز والماتيريال اللي بتتقري كانت قليلة جدا، فقدرنا نطلع باكج الديتيلز بتاعتنا. طيب ايه الادنس اللي بتساعدني جدا في اللاندسكيب؟ اولهم سي اس ارت سكان. لو جينا دخلنا على الريفت كده ومسحنا الشغل اللي كنا عاملينه وجينا نشوف ارت سكان، ارت سكان ادنس بيفيدني في الديزاين السوفت سكيب، عبارة عن لايبرري قوية جدا من أنواع الشجر وأنواع الشربس اللي موجودة بقدر أستفيد منها في المشاريع، بقدر من خلاله أحول التوبو لفلور. فلو أنا رحت على
التوبو سيرفس جوه الريفت لازم ابقى في السايت. هي في واحدة ممكن امسحها، ومن خلال التوبو سيرفس ببدأ اقدر احط البليس بوينت بتاعتي، والبوينتس دي ابدأ اديها الارقام اللي انا عايزها. اما ممكن اعمل كرييت من فايل اوتوكاد للبوينتس اللي جايه لي من فايل الاوتوكاد، بس خلينا نشوف قصه البوينتس. انا دلوقتي خلاص عملت البوينتس بتاعتي ودوست اوكي. اول حاجه اقدر اعملها بالارت سكان ان انا احول التوبو سيرفيس ديت لفلور من خلال توبو تو فلور. ابدا اسلكت على التوبو بتاعتي اللي انا عايز احولها لفلور واقول له فينيش، بيبدا يسالني على الفلور اللي انا عايزها تتحول ليها، فاختار اي فلور واقول له بروسيس وادوس كلوز، الاقيه حول لي التوبو سيرفيس بتاعي لفلور بالظبط. نفس الالاينمنت بتاع التوبو سيرفيس اللي موجود. فبالتالي لو انا دلوقتي محتاج اشتغل، فانا محتاج ان انا اخد من السيفل 3 دي الفايل معمول له جريدنج وابدا احوله بالتولز لفلورز او روفز او الهارد سكيل اليمنتس عشان اقدر اشتغل عليه. طيب فبالتالي انا بعد ما قسمت الفايل كده انا اقدر ما اعملش كده، خلاص انا هديليت الفلور ديت. لو انا عندي ده الفايل اللي جاي لي من سيبل 3 دي، فانا ممكن من خلاله ابدا اعمل السب ريجون، ابدا اعمل المسارات بتاعتي. مثلا انا عايز اعمل دوت مثلا الرصيف بتاعي، فابدا اقسمه كسب ريجون. عايز جزء يبقى سوفت سكيب، ابدا من ماسنج اند سايت ابدا احط المكان السوفت سكيب بتاعي، واقسم الديزاين بتاعي طبقا للكاد اللي عندي او الديزاين اللي موجود في دماغي، وابدا من خلال ارت سكان ابدا احول التوبو فلور لي من توبو فلور لفلور، وادوس فينش ويبدا يحول لي الكلام دوت لفلورز. طيب من الحاجات اللي كانت بتقابلني فيها مشاكل سوفت سكيب، لو انا عندي الفلورز بتاعتي بتاعت الشروبس كانت جايه لنا في المشروع عباره عن جزء شروبس هنا مثلا شروبس، ونفس الباوندري الجزء دوت معمول في مكان تاني ومعمول في كذا مكان بنفس الفلور. فبالتالي الرقم ده انا عشان اعرف اطلع واحصل منه كميه الشروبس بناء على الاريا، لما اجي اعمل تاج للمنطقه دي فهو بدأ يعمل تاج للثلاث مناطق دول. فبالتالي كنا قدام حل من الاثنين، يا اما نروح نفصل edit boundary ونبدأ نفصل كل فلور لوحديها ونكبير ثلاث مرات عشان كل واحده منهم تبقى منفصله. لو جيت بصينا على ارت سكان هلاقي ان الاوبشن ده موجود، بقدر اعمل separate floors وسلكت على الفلورز بتاعتي الاقي ان هو قسم كل فلور فيهم لوحديها. فبالتالي لو عندي مشروع بقى عبارة عن 1000 فلور، منهم مثلا 300 مع بعض و300 مع بعض و300 مع بعض، فعمل لي الخطوة ديت في مرة واحدة. وهنا بدأ يعمل الفلورز بتاعتي بناء على التوبو سيرفس.
طيب مشكلة الفلورز في الهارد سكيب لما أبدأ أتعامل معاها مع الجريدنج بيبدأ يطلع لي الخطوط بتاعة الميول اللي طلعت، عشان أقدر أخفيها لو دخلت على الفلورز وحاولت أقفل الانتيريور ايدج بتتقفل معايا، فبالتالي أقدر دلوقتي أعمل edit type واقدر اعمل insert للماتيريال بتاعتي الفينش واحط لها الهاتش اللي انا عايزه يظهر. فلو اعتبرت اي فلور واخترت الهاتش الموديل عشان اقدر الاين الشغل بتاعي وادوس اوكي. عايز سين ستنس اقدر اقول 20 هاجي ابص على الهاتش بتاعي هلاقي ان الهاتش انا خفيت اللاينز بس الهاتش بتاعي في كل اتجاه، فقدامي اوبشن ان انا ابدا اعمل اللاين للفلورز ديت او لللاينز ديت مش عارف. فبالتالي كانت قابلتنا مشكله في الهارد سكيب في ازاي كنا نقدر نظهر الفلورنج دوت، قابلتنا فيه مشكلتين. المشكله الاولى ان في السكيلز الكبيره بتاعت سكيل 250 و500 كان الهاتش دايما بيطلع لونه رمادي مش اسود، مهما خليت لونه بلاك في الريفت بيطلع برضه لونه رمادي، وبالذات ان احنا كنا بنطلع المشروع كولرز الوان، فمع بعض الالوان زي البيج كان بيطلع الخط باهت يمكن مش باين خالص. فساعتها كان في ريفت 2016 ما كانش فيه كمان اوبشن ان انا اقدر اطلع الفلور ليها كولر وليها هاتش. هو في مشكلة في الصوت؟ ألو؟ الصوت ايوه شلون الصوت واضح؟ واضح؟ طب كويس. فبالتالي الارت سكان البلجن زود نقدر من خلاله ان انا اعمل اوفرلاي للفلور بتاعتي، بيبدا يعمل هو اختار الهاتش اللي انا عايزه وابدا احطه على الفلورز بتاعتي، بحيث دلوقتي الفلورز بتاعتي بقت عبارة عن فلور وفيلد ريجون عليها، فاقدر اتحكم في الخطوط اللي بتظهر لي والالاينمنت بتاع الفلورينج والتايلز بتاعتي. طيب الارت سكان اقدر من خلاله برضو مدين كذا اوبشن، لو انا هبدا عايز ابدا افكر ككونسبت في اللاندسكيب فاقدر من هنا اقول له عايز اعمل كرييت كونسبت وابدا احدد بعض الانفورميشن زي مثلا اريا 1 عباره عن تري، اقدر اختار شكل البرزنتيشن بتاعي عايزه بالالوان الخضراء ديت او بالوان الخريف، اقدر اقول له انا عايزه كاريا ولا لينير، واقدر من هنا اقول له بليس للمنطقه ديت. فبالتالي بيقدر على طول يوزع لي ككونسبت ديزاين لللاندسكيب ان المنطقه ديت هيبقى فيها شجر. لو انا راسم ديتيل لاين اقدر
من الكونسبت برضو، بدل ما استخدم اريا اقول له انا عايزها لينير، وعايز شكل البرزنتيشن بتاعي عامل ازاي، واحدد له الويتس واحدد له النمبرز، وببدا اعمل بليس. للشكل بتاعي وببدأ ألاقي إن هو وصف لي الداتا بتاعتي والسكادولز دي كلها، بيبدأ يعمل لها كرييت امبورت سكادولز، ويبدأ من خلال السكادولز دي يعمل لي كونسبت ديزاين، ويبدأ يقول لي لكل اريا انا عملتها الاسم بتاعها ايه، وايه الديسكريبشن بتاعتها، وايه الاريا قد ايه هتبقى سوفت سكيب من المشروع. فبالتالي اقدر من خلال الارت سكان اعمل الديزاين كونسبت، وبعد ما اخلصه واخد الابروفال عليه اقدر اشيله واقدر استخدم ديتيل اكتر شويه. ارت سكان بيدخلني على لايبرري كبيره لانواع شجر وانواع شروبس اقدر استخدمها في المشروع، فمنها مثلا التريز، او ممكن لو انا عايز اعمل شروبس وهم عندهم مكتبه انا منزل 3 بس او منزل 2 بس علشان نتفرج عليها، فكل ده مثلا بيبقى عبارة عن ميكس جواه شرابس كتير. لو دوست وفتحت أنواع الشجر كل دي أنواع شرابس موجودة تحت الميكس اللي هو ممكن يعمله لي. فمن هنا ببدأ أقول له أنا عايز أحط الشرابس ديت على لاين أو على اريا، وخصصت الاريا اللي أنا عايز أستاين عليها، يبدأ يجيب لي الداتا والإنفورميشن بتاعتها كلها، الروت بتاعها، الكونتينر سايز، السنتر هيبقى كل قد ايه، الكثافه بتاعت كل شجره بانواعها كلها، والهايت بتاعها انا عايزه كام، وبعض الاوبشنز التانية زي ان انا ابدا برضو اساين اسم المنطقه اريا 2، اقدر اتاج الكلام دوت ازاي، اعمل له تاج ايتم من خلال تمبلت، التمبلت دي اقدر احط لها الكوانتيتي بتاعتها والنيم، وانا عايز الكلام ده 2D ولا 3D، هدوس بليس وابدا اساين المنطقه اللي انا عايزها، فيبدا يعمل لي تاج لجميع الانواع اللي انا استخدمتها، يقول لي الاريا دي قد ايه وفيها عدد وانواع الشروبس اللي انا استخدمتها، وبالتالي اقدر من ال 3 دي الاقي ان هو بدأ يوزع لي ايه الشروبس بتاعتي. بنفس الفكرة برضو لو انا عندي لاين ده وعايز ابدأ اوزع عليه الشروبس بتاع الشجر بتاعي، ببدأ اقول له انا عايز كرييت ديتيل، ومن خلال الديتيلز ببدا اختار من اللايبرري بتاعت التريز مثلا الشجره دي، ببدا اقول له بدل ما اوزعها على اريا انا عايز اوزعها على لينير لاين، واقول له عباره عن اللاين اللي هسلكت عليه هو عباره عن لاين، ببدا اختار شكل البرزنتيشن بتاعي، وعايز التاج تبقى عامله ازاي، لو انا عايز اغير حاجه في التاجز بتاعتي ببدا ادخل له البارامترز بتاعتي، عايز الهايت يبان، عايز الايدج بتاع الشجره يبان، ببدا ادخل له الانفورميشن بتاعتها، وهنا ببدا اسلكت برضو الهايت بتاع الشجره، مثلا عايز الهايت بتاعي يبقى 2 متر، طب سن عمر الشجره دي هتبقى قد ايه، عايزها 2
ببدأ أختار شكلها في الإليفيشن هيبقى عبارة عن إيه، يا شروبس ولا تري، فأبدأ أختار بناء على الأشكال اللي عندي. وبعد ما بخلص أقول له أنا عايز أعمل بليس وأبدأ سيلكت وأدوس فينش. ايه بدأ يعني كرييت الشوبس، بس في هنا مشكلة ان اللاينز تقريبا كان تحت التوبو سيرفيس، ممكن نبص عليها في 3D. لأنه انه بدأ يكرييت ويوزع لي الشجر بتاعي كله. جه هنا غطي الشغل الفكرة ان هو كمان بيبدأ يعد لي عدد الشجر اللي انا مستخدمه قد ايه والطيب بتاعه من غير ما ادخل انا او ابدأ اعد انا الشجر دوت، واقدر اتحكم في البرزنتيشن بتاعه نقلل عددهم شوية عشان الفايل كبير. أقدر أتحكم في شكل الشجرة دي من خلال الجرافيكس، أقول له جرافيك فيزيبيليتي وأبدأ من خلال الجرافيك من هنا أبدأ أقول له الـ RPC أنا عايزه يتقفل فهدوس أوف، عايز الشجرة تبان بالمنظر الأبيض وأسود فببدأ أدوس على الشكل برضه بتاع الـ Art Scan ويتقفل. وافتح الشكل ده، فبالتالي بقدر اتحكم في شكله بيبدأ يطلع لي الانفورميشن ويعد لي الشجر بتاعي. طيب كمان الارت سكان في اوبشن جميل هو فكرة الفنس، عشان اكريت فنس على التوب سيرفيس كان صعب جدا ان انا الاينمنت، كنت بضطر ان انا اعمله ماس واقعد اجري او اكريت نقطة نقطة عشان اتأكد ان مفيش جزء نازل تحت التوبو سيرفيس او فوق التوبو سيرفيس. فمن خلال الفنس الارت سكان بيديني فاميليز اقدر استخدمها بتالاين مع التوبو سيرفيس بتاعي. فاقدر اسلكت التايبس بتاعي زي دوت او كذا تايب موجود واقدر اعدل فيه من حيث البانل الويدث والهايت بتاعها وشكل البوست. الفكرة ان انا لازم ابقى راسم له لاين، فانا هرسم له لاين كده خلال الفنس، اختار التايب اللي انا عايزه واقول له ان انا هختاره على 2D
وابدا بليس على اللاينز بتاعي وكليك فينش. هروح الاقي كريت لي الفنس بتاعي، مقسم لي الفنس كل واحده فيهم عباره عن فاميلي، بحيث لو حبيت اغير في شكلها، حبيت اشيل واحده، فاسهل بكتير من الريفت مع التوبو سيرفس. غير كده انا ممكن من الريفت استخدم الريلينج او الكيرتن وول، يعني بالذات الكيرتن وول مع الفلورز، على اساس ان هي تبقى الفنس بتاعي. فارت سكان هي دي مميزاته، انه امبورت سكادول بتاعته ديت كلها، بقدر منها امبورت الفنس سكادول كمان، بحيث يقدر يعمل لي زي تمبلت للشغل بتاعي. اقدر من الفنس سكادول بيجيب لي الفنس تايب واللينس بتاعه قد ايه. اقدر بعد كده ازود انا بقى البارامترز بتاعت الايمج بتاعتي، وابدا احط انفورميشن وداتا تانية، بحيث ابدا اطلع سكادول زي اللي كان طالع بالظبط. والبلانتنج والسكادول بلاقي ان هم كاري سكادول لكل ايتم، حتى لو انت عندنا في السايت كان في شجر اكزيستنج، والشجر ده وفي فايل اكسل عليه الكوردينيتس بتاعتها، يقدر هو يحط الشجر في الكوردينيتس بتاعتها. طيب في تولز تانية اسمها LTM Landscape Train Modeler، ديت اساسها ان هي بتبدأ اتحكم في الجريدنج، ولكن برضو لسه مش ستيل بقوه السيفل 3 دي، بس اقوى بكتير قوي من الريفت. بس للاسف اللايسنس بتاعتها مش عندي، ففي اوبشنز كتير مش شغال. بس ميزه دوت ال تي ام ان انا بيعمل نفس فكره ارت سكان، اقدر من خلاله اقول له توبو سيرفيس تو فلور، فيبدأ يحول لي للفلور اللي أنا عايزها. ويروح على 3D ألاقيك عمل كرييت للفلور على نفس الجريدنج بتاع التوبو سيرفيس، من خلاله ممكن خلاص التوبو سيرفيس دي انا مش عايزها، واقدر اشغل الفلورز بتاعتي اللي كنا قفلناها كانتيريور ايدج، ونشوف البلوجنز دوت بيفيدني في ايه. البلوجن ده انا دلوقتي لما باجي كرييت من خلاله الفلورز، وباجي على الكوردينيتس، يقدر هو يحط لي الكوردينيتس بتاعتي مرة واحدة في المشروع. ببدأ اختار انا عايز احطها على الايدج ولا الانتيريور، او الايدج انتيريور، وابدأ اسلكت على الفلور بتاعتي واقول له فينيش، فيبدأ يحط لي الليفلز بتاعت كل نقطة في المشروع. اقدر من خلاله برضو اعمل السلوبس بتاعتي، اقول له انا عايز سلوبس، عايز سلوب للايدج والفيسز بتاعتي، وسلكت على التايب واقول له فينيش، يبدا هو يقول لي السلوبس بتاعتك قد ايه. اللي هو عامله دوت تكست، بس هو مقري من الفلور نفسها،
يعني لو جيت بصيت الرقم هنا 88 8.8 بيبدأ هو يقراها بس بيكتبها تكست. فلو انا غيرت حاجه او في ابديت عملته محتاج ان انا امسك التكست ده كله امسحه او اعمل ابديت عليه. طيب في كمان ميزه ان هو بيبدا يديني مينيمم سلوب وماكسيمم سلوب. فانا ممكن اقول له مثلا المينيمم سلوب بتاعي 1 والماكسيمم سلوب بتاعي 5. فبالتالي لما باجي على الادنز نفسه وابدا اقول له عايز اعمل سلوبس واختار، يبدا يعمل لي هايلايت بالاحمر بالجزء السلوبس بتاعه عدى الماكسيمم والمينيمم اللي انا محددهم، بحيث يبقى هايلايت عليا ان انا عندي مشكله في التصميم. فدي من التولز المهمه جدا اللي فادتنا واللي بتفيد في اللاندسكيب وبتسرع رتم الشغل جدا. في غيرها دول الثلاثة اللي احنا شفناهم CS Art Scan LTM XYZ اللي استخدمناه في الستيكنج. في غيرهم توبو الاين. توبو الاين بيعمل ايه؟ بس للاسف مش ما عنديش البلوجن دوت. انت بتكرييت الفلور اللي انت عايزها بالليفلز اللي انت عايزها وهو يبدا يالاين التوبو سيرفيس على الفلور بتاعتك. يبقى انت في الكيس ديت ما خدتش فايل من السيفل 3D فاينل، لا انت هتبدا تغير في الجريدنج عندك، فبتبدا تموديل الشكل بتاعك وتبدا تقول له الاين التوبو سيرفيس بتاعتك على المودلز بتاعتك. فمن خلال كليكه واحده بتبدا تختار الاليمنت بتاعك الفلور، تبدا تختار بعديها التوبو سيرفيس، فبيبدا يعمل لهم الاين على بعض. برضو من اشهر الادنز السايد ديزاينر. ميزه السايد ديزاينر ان هو بيديك لايبرري لشغل اللاندسكيب زي الستريت. عايز تعمل شارع فبيبدا يخليك من اللايبرري بتاعته تعمل الشارع من خلال يبدا تختار الفاميلي بتاعتك. الفاميلي بتبقى عباره عن مثلا تو لين والكيرب، وفي كيرب ولا كيرب وجتر، تبدا تعمل الباركينج. تول مهمه جدا برضو في السايد شغل اللاندسكيب بس للاسف مش عندي. وطبعا الداينامو ده اقوى حاجه ممكن تستخدمها في مشاريع اللاندسكيب، عشان هو تقريبا اللي احنا شفناه في الادنز دي هو الداينامو بيقدر يعملها. فلو حد من هواة الداينامو فيقدر يعمل الكلام ده كله، يقدر يخلي الهارد سكيب يفولو التوبوغرافي، اوتوماتيك كرييشن فور بلانت بلانتنج، يقدر هو يوزع السوفت سكيب، يقدر يكرييت الشيتس بتاعتك ويعلي لك من البرودكشن بتاعتك عالي جدا. والباكجز دي موجوده على اوتوديسك يونيفرستي، عباره عن باكج موجوده على الداينامو بتعمل كل التولز اللي ممكن نحتاجها في مشاريع اللاندسكيب. سواء انا عايز اتاج التري، يعني هي مشكله التريز في الريفت ان احنا كنا بنضطر محتاج ترسم ما بين كل ثلاث انواع مثلا نفس النوع، تضطر ترسم لاين ما بينهم عشان تطلع تاج ان الثلاثه دول نفس التايب وعددهم قد ايه. هو بيبدا يعمل الكلام ده كله ومن خلال يرسم لاينز وبيبدا يأساين التايب ويعدهم اللي احنا شفناه في الارت سكان. والباكجز دي معايا لو تحبوا ابعتها لكم، ما عنديش اي مشكله. وهي برضو موجوده في الارتكل او في الكلاس بتاع اوتوديسك يونيفرستي بتاع اللاندس الريفيت اند داينامو فور لاندسكيب اركتكت. ودي الجايدز اللي انا رجعت لها في البرزنتيشن ديت. اتمنى تكون محاضره خفيفه وتكون انترودكشن لللاندسكيب والريفيت، ونبدأ نشوف بقى مشاريع لاندسكيب كويس إن شاء الله من المهندسين لاندسكيب يتكرروا كده ويبدأ يخشوا في مشاريع لاندسكيب. أشكركم جزيلا على حسن الاستماع. جزاكم الله كل خير يا باشمهندس، وأتمنى اللي عنده سؤال يعمل بس راس هاند.
هل ممكن نعمل بالادوات ديت لاندسكيب بمساحته كبيره؟ اه طبعا بالظبط، بس هي الفكره ازاي تقدر تقسم مهما كان، يعني مهما كان حجم المشروع، ازاي تفكر تقسم المشروع بتاعك بحيث ان الفايل ما يضربش منك، ما يبقاش بطيء، ما يضيعش وقت. ما انت لو شغال على فايل حجمه كبير فعلا مش هتعرف تشتغل عليه. يعني ساعات بيجي لنا فايلز مثلا الفايل حجمه 350 ميجا او 400 ميجا عشان يفتح وعشان اقدر اديت عليه، لا الموضوع صعب وموضوع ممل وبيخلي واحد يشد في شعره يعني. فهي الفكرة ان انت ازاي تقدر تقسم المشاريع بتاعتك بحيث كل فايل ما يزيدش عن 100 ميجا. فانت بتبدأ تقسمه طبقا لخبرتك في المشاريع السابقة، بتبقى قد ايه حجم الفايل، وبتبدأ تعمل له مونيتور بحيث اول لما يبدأ المساحة بتاعته تكبر تبدأ تفكر ازاي اقدر افصل الموديل دوت لجزئين مثلا، بس اهم حاجة السايز بتاعه ما يعديش 150 ميجا. تمام. في ده أسئلة للبشمهندس عبد الرحمن صبري. أول سؤال، في شغل اللاندسكيب غير الريفت والسيف 3 دي، هل عملت انتجريت مع سوفت وير آخر كاليومن مثلا؟ في اليومن بتاع انسكيب الرو ولوميون، اه لوميون. اه طبعا الريندر اللي احنا طلعناه من المشروع دوت كان من خلال اللوميون. انا مش عارف كنت حاططها في البرزنتيشن ولا لا، بس ال 3 دي ريندر كان طالع على طول من الريفت دايركت لللوميون، بنبدأ نرندر منه طيب بإذن الله دي السؤال سريعة. الثاني، حوالين التولز اللي حضرتك استخدمتها زي ارتسان بلجن، ايه هي المجاني وايه هي المدفوعة؟ للأسف كله ترايل ومحتاج يدفع، ما عدا تقريبا السايت ديزاينر يعني. تمام. ايه هي المراجع الرئيسية لك لاختيار السوفت سكيب وانواعها وتفاصيل الهارد سكيب؟ أنواع تاني معلش. ايه هي المراجع الرئيسية لاختيار السوفت سكيب وتفاصيل الهارد سكيب؟ لا ده سؤال لاندسكيب، انا الباك جراوند بتاعتي معماري بصراحه، فانا مش تمام. شركتي كانت في المشروع كانت كابين كوردينيتور، مش سؤال صعب عليا ده. الله يكرمك يا باشمهندس. طيب هل في اي حد عنده اي اسئلة؟ المكتبة حاضر، المكتبة بتاعت الداينامو. جزئية اللاين اه من خلال انا دلوقتي لو انا عندي اللي بتكلم فيها في ناحيه الارت سكان، الفكره كلها احنا كنا بنرسم ديتيل لاين. ومن خلال الديتيل لاين اللي احنا بنرسمه، يعني مثلا ممكن نرسمه على شكل ارك. ابدا منه حاجه من الاثنين، يا اما كرييت كونسبت عليه يا اما كرييت ديتيل، وابدا اختار نوع الشجره اللي انا عايزها وابدا اقول له انا عايز اعملها بليس باي لاين، واختار السيمبل بتاعي واختار عمر الشجره وارتفاعها هيبقى قد ايه، وممكن اختار كمان السنتر يبقى كل قد ايه. اقول له ان انا هشتغل بيزد على لاين، واقول له بليس بلانتنج و فينيش، بدأ
يعمل شكل الشجرة وبدأ يعمل كمان شكل البيوت بتاعهم قد إيه، فهي شكل الشجرة بتاعتي. فأتمنى يكون هو ده كان قصدك بيه الموضوع اللي لو وزعت الشجر على خط ليه الشجر نزل تحت الأرض، علشان كنت عامل ديتيل لاين، يعني المفروض أعمله كمودل لاين يمشي مع الـ مع الـ يعني مشكلة التوبو سيرفيس إن مفيش فاميليز قليلة اللي بتهوست على التوبو سيرفيس، بس المفروض منها الشجر يعني. فأنا يعني ده ممكن يكون بج في السوفت وير مش أكتر من كده يعني. تمام يا فندم. طيب في أي أسئلة؟ في أي حد عنده أي أسئلة؟ ممكن أتكلم طيب أنا؟ سريع، اتفضلي اتفضلي عشان سريع. ممكن طيب انا الحقيقه عايزه اشكر مهندس خالد، الحقيقه من تمام، اكتر ازيك عامل الناس ايه؟ اللي انا سعدت ان انا اشتغلت معاهم في مشروع البيم، يعني المشروع ريفت. الحقيقه هو ده عمره ما كان هينجح ولا كان هيشتغل غير لو في ناس فعلا بتشتغل ويعني بدقه وعايزه فعلا تعمل شغل صح مظبوط من الاول. وتاني حاجه يعني بتدي شويه وقت في التنظيم و يعني ازاي ندير الموضوع، يعني في اكتر من ان انت تعرف التول نفسها وان انت تعرف ازاي تطبقها، ان احنا ندير السيستم كله. والحقيقة يعني احنا يعني ان حتى يعني ان فرد يشتغل شغل بايده ويرجع يكون بيدير التيم كله، فده كان مجهود فظيع جدا. والحقيقة خالد يعني من الناس اللي اشتغلت الاثنين، يعني اشتغلت بايديها وعلمت ناس ورجعت هي ليها تاسك محدد تاني بتعمله، وغير يعني غير كل الحاجات دي تاني، على يعني كان مجهود رهيب الحقيقة اتعمل يعني وقتها. شكرا يا فندم، بتفضلكم والله، بتفضلكم والله وبعدين كلكم. ففعلا الحاجات دي دايما دايما لما الناس بتحب تبدا تشتغل ريفت فعلا ما بتبذلش جهد كبير في موضوع التنظيم، في حين نجاح المشروع كله وخاصه لو هتشتغل مع ديتيلز ليفل اوف ديتيل عالي، يعني هيبقى مهم جدا جدا انت من الاول تقسم ملفاتك، لان حجم الداتا فعلا الكبير ده محتاج فعلا من الاول تحط خطه، والخطه دي يتوافق عليها من كل الاطراف اللي انتوا هتشتغلوا معاهم. ويمكن برضو اللي ساعدنا في الموضوع ده كمان عشان المشروع اصلا ده كان مع يعني ايجيك احنا كنا فيها وقتها، وكان الطرف التاني اللي كان معانا اتكنز، فالمشروع يعني كان فيه ناس يعني كبيرة في المجال حاطة ليها برضو باك جراوند، فده مهم ان انت تكون تحاول تشتغل مع ناس عندها باك جراوند وتهتم بالكواليتي بتاع البرودكت اللي انت بتطلعه. يعني في مشاريع بتسمح مثلا بليفل اوف كلاشز معينة في الموديل تطلع، وفي ناس ما بتسمحش، فالحاجات دي كلها بتفرق معاك في دقة الشغل. ملاحظة ان في بعض الأسئلة دخلت في لاندسكيب نفسها، فأنا كنت عايزة أقول ان الموضوع ده مش مجرد موديلنج، انت بتتكلم عن مشروع اتعمل له ديزاين واشترك فيه كذا مهندس واتعمل له سيلكشن، وده بيبقى ليه ناس متخصصة بتختار سيلكشن للزرع ده، وبيحصل ديزاين مثلا يحصل سيم او يحصل حاجة معينة فبيحصل له سيلكشن، والمشروع ده اصلا كان داخل ليد، فموضوع السيلكشن والحاجات دي كلها كانت كلها بيزد على موضوع الووتر واستهلاكها، وبنحاول نختار شجر نيتف وبيكون الجذور بتاعته بتوصل تحت خالص للعمق. وموضوع التاني موضوع ال موضوع ايه تاني نيتف او ادابتيف يعني بلانتس ممكن تدور عليها حسب الكلايمت ريجن اللي انت بتصمم فيه. وعندك جزء تاني اللي هو الهاردسكيب برضو كان عشان الموضوع ليد، كان بيحاول نسلكت اصلا ماتيريال فاتحه والريفلكتيفيتي بتاعتها عاليه،
وعشان موضوع الليد وموضوع الاس ار اي اندكس اللي هو السولار ريفلكتد اندكس، بحيث ان كل ما الريفلكتد بتاعت الماتيريال تبقى عاليه، مش هيبقى اللي قاعد ده جوه الفراغ العمراني اللي احنا بنصممه ده ما يبقاش حران يعني، او بيتعكس عليه قدر كبير يعني، التبليطه اللي هو قاعد عليها والبيفنج اللي هو قاعد عليه ده مش بيبقى بيمتص عدد يعني درجه حراره عاليه. طبعا موضوع الووتر وكميه الووتر، موضوع ان انت ما تستخدمش مسطحات خضراء زي اللون واللي هي اللي هي اللي اسمها ايه النجيله يعني، ما تستخدمهاش عشان الحاجات دي كلها بتستخدم ميه. كل الحاجات دي المفروض ان التيم يعني تيم اللاندسكيب ده مش بيبقى مهندس واحد ولا بيبقى اتنين مهندسين، مش متخصص واحد ومش تخصص واحد تخطيط عمراني، المفروض بيبقى في ناس تخصصها اصلا سيلكشن بلانت، في ناس تانية وظيفتها موضوع حسابات الميه والهيدروليك والحاجات الاوريجيشن دي، في ناس تانية تخصصها موضوع السيلكشن بتاع الماتيريال وهارد سكيب وازاي نعمل سيم مثلا للزرع. يعني افتكر ان احنا السيم عندنا اتغير يعني الالوان، بحيث ان احنا كمان وصلنا لدرجة يعني ظهور الشجر نحطها الحاجات اللي بتطلع ورد ابيض فين والحاجات اللي بتطلع ورد بنفسجي مش عارفة نحطها فين وهكذا. فبنعمل افكار وبتعمل الحاجات دي كلها كونسبت ديزاين، فالمشروع مر بكل البروسيس. بس احنا كنا هو يعني او البرزنتيشن كان هدفه ان احنا نركز على فكره الانتجريشن ما بين الريفت وما بين ان احنا نعمل شغلنا العادي خالص ونعمل برودكشن عادي جدا لمشروع ريفت، ونطلع لوح اي اف سي زي ما انت بتشتغل بالظبط على الكاد وتطلع بيه مشروع. والحقيقه البرزنتيشن قدم حاجات كتير جدا جدا، وفعلا انتوا قلبتوا الدنيا يعني، يعتبروا يعتبر في النت كله ممكن ما تلاقوش الحلول كده يعني ببساطه يعني. فيعني المحاضره كانت قيمه جدا، والحقيقه يعني هو يشكر جدا على المجهود اللي قدمه، ويعني هو فعلا يعني شرح الموضوع وضاف كمان حاجات جديده جدا احنا وقتها ما كناش يعني كانت اتيحت لنا الفرصه ان احنا نشتغل الحاجات دي. كان وقتها داينامو كان الطريق الوحيد ان احنا نحل بيه اي مشكله متعثره في المشروع كانت ملهاش اي حل خالص في الريفت. فيعني يعني شكرا جدا بجد. شكرا يا فندم على ايه ده، هو مجهودكم والله. وبعدين محتاجين بقى محاضرة بقى من حضرتك، بقى محاضرة كده عن الكلام دوت. الباشمهندس ريهام متفق معاه على سلسلة محاضرات إن شاء الله ايوه قريبا ان شاء يعني. الله، يعني الكلمتين دول لا يعني لازم محاضرة كبيرة نتكلم فيها فعلا بالتفاصيل اللي اتعملت في المشروع دوت واللي عملتيها في اكتر من كذا مشروع عشان نفيد الناس كلها يعني بإذن الله. باذن دكتور الله. إبراهيم اتفضل. السلام عليكم باشمهندس. عليكم السلام يا أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في سعادتك، شكر افضلك واعجز عن الشكر. ما شاء الله محاضرة ممتازة جدا يعني، ربنا يزيدك يا رب وفضلك. انا بس كنت بتكلم على حاجة يعني تكنيكال في البرنامج نفسه. انا طبعا لما جينا بشتغل برنامج عندي مكتب فني تكنيكال في السايت اوريدي، في بعض المهندسين انا كده بعمل لهم يعني نتورك وسيرفر، في منهم بيشتغل الريفت ستاند الون وفي منهم يشتغلوا على لان نتورك. فاي حاجه طبعا انا عاوز اعمل ريستريكشنز على بالذات المهندس المعماري والمهندس الاستراكشر والام بي اللي موجودين، يعني طبعا لما بيحصل اي ديفليكشن او اي ديفيشنز موجود، فلو هم هيشتغلوا على لان ايه الريستريكشنز اللي انا اخد بالي عشان لو حد غير مثلا من المهندسين، معلش مش هنقول بالغلط ولا شيء، هنقول انه ممكن يعني في عناصر اتغيرت هتبتدي تاثر على كل الفايل بالكامل والاليمنت اللي موجوده والداتا اللي موجوده، فده بيبتدي يعمل لك مشاكل وتبتدي ترجع الملف اصله من جديد في الشبكه اللان مش في ستاند الون تمام. لما يبقى شغال على سيرفر. يعني فاهم يعني شو؟ طبعا مشكلة، بس يعني حضرتك تقصد ان احنا نقدر نكنترول على الاليمنتس الموجودة بحيث ما تتيحش ازاي اعمل بحيث ان انا سايف السورس نفسه ويبقى يعني عليه بروتكشنز كويس، ان اي شيء يحصل في الاليمنت كده كده ان اي حاجه بتحصل على الاليمنت كلها موجوده او التصميم او اعاده فراغات معينه بشكل معين، بيبتدي يعمل ريفلكشنز على طول على نفس الموديل في كل الاجهزه اللي موجوده عند كل مهندس. فانا عاوز اعمل ازاي اعمل ليميتيشن للكلام دوت عشان احافظ على الشغل اللي كل واحد عمله، لو انا شغال على لان او شغال على ستاند الون دي قصه ثانيه.
هي طبعا الاساس في النقطه ديت الباك اب، ان هو كل يوم لازم يتاخد باك اب للمشروع، وقصه ان حد يغلط او حد قاصد مثلا يمسح اليمنت، في اليمنت انا اقدر اتحكم فيها ان محدش يتحكم فيها غير انا، زي بالظبط. الجريز والليفل مثلا، انا ببدا اعمل ورك سيت واقول ان محدش هيقدر يغيرها غيري انا، مع ان ممكن في طرق تانية برضو ان حد يكتب اليوزر نيم بتاعي فيبدا يخش فيه برضو ويغيرها. فهي قصة بتبقى يعني مهندس شغال في المشروع بتبقى الثقة موجودة وملهاش حل فعلا غير الباك اب، ان انا يكون عندي باك اب يوميا بيتاخد بحيث لو حصل حاجة اقدر ارجع للباك اب بتاعي. هو في مشكلة أنا حصرتها في مشروع كان معايا شغال من حوالي تقريبا 3 سنين، كان مشروع ضخم جدا، وللأسف يعني الاستشاري اتغير. أنا كنت كان مدير المشروع، كنت أنا مقاول الفترة دي، فكان المشروع طبعا كله ريفت توتال يعني، غير البيم ده في آخر المشروع اتعمل بناء على طلب كلاينت. كان في ملف سورس اساسي فعلا، وده اللي هو اتبنى عليه المشروع. طبعا انت عارف بقى بحكم المشاريع بيتغير على طول باستمرار، والكلاينت كل شويه يغير، وهدي وهدي واعمل دي وشيل دي، فطبعا يعني بيحصل عندك داتا كتير بتبقى لصص في الموضوع ده. وفي مهندسين بيمشوا من الموقع لظروف معينه، ربنا كرمهم جالهم شغل، اي ظروف، سافر، الكلام ده، فتلاقي الداتا ايه اللي كان شغال عليها ما تبقاش باك اب زي ما انت قلت، فابتدي ارجع للسورس من جديد وابتدي اشتغل تاني بشغلانه ضاعت من وقت كتير. المشكلة طبعا موجودة في الريفت بس للأسف يعني، وممكن في الأوتوكاد السيطرة عليها بتبقى موجودة إلى حد ما، بس في يعني هي حلها الباك اب. أنا ما أعرفش طريقة تانية، ممكن طبعا المهندس عمر ينصحنا ممكن نعمل إيه، بس أنا مع معلوماتي يعني هي الباك اب الحل الوحيد اللي برجع له يوم ما بلاقي مشكلة زي كده. المشكلة إن أنا إمتى أكتشف إن في خطأ بقى؟ يعني بالظبط. ما ما جيش هو بعد ما اشتغلت بفترة مثلا أكتشف إن حصل جت مسحت من اسبوع، فهضطر ارجع الاسبوع كله. الحاجة برضو حضرتك اللي انت اشرت ليها، موضوع ان انا اعمل كنترول على الاليمنت معانا عشان ما تتغيرش واحافظ عليها، يعني تعتبر ذات لين طبعا. ايا كان حتى لو معماري بيتغير بيبقى فيه اجزاء معينة بنسبة يعني 5% 10 15 ماكسيموم، لحد يعني حسب التعاقد ما يزيدش عن 20. ان انا ابتدي يعني اعمل باك اب بشكل يومي زي ما حضرتك قلت، وفي نفس الوقت احافظ على الابديت واعتمده باسرع ما يكون، لان طبعا كل ما انا قللت فتره الاعتماد ديت كل ما حافظت على الملف نفسه ما حصلش عليه تغيير بشكل جذري كبير، وكل شويه يعني الشغل الريفت ده بيعطل الدنيا في كواتها معايا صراحه. لا لو فعلا في عند حضرتك حد متخصص يعني هو التاسك بتاعته ان هو يمونيتور الريفت ويكنترول عليه، مش هتلاقي المشكله دي، بحيث ان هو ممكن كل يوم يدي لنفسه 10 دقائق يخش على الفايل يتاكد ان الورك سيت موجوده تمام، يتاكد ان الاليمنتس كلها هوستد، ان ما فيش شغل طاير، هيوفر على حضرتك الجهد ده كله. بس هي المشكله ان ما فيش حد بيبقى مسؤول عن فايل الريفت في بعض الاماكن، هي اللي بتعمل المشكله دي. هو كل مهندس كان موجود فعلا، وكلهم ما شاء الله كان عندهم الصلاحيات، يعني من المهندسين اللي هم يعتبروا الكي بيرسون على المعماري والانشائي والام اي بي، كان هم عندهم الصلاحيات مع بعض وكانوا كنترول مع بعض، لكن كان الغلط بيجي من الاستشاري والمالك اللي كل شويه يقعد يغير، فتبتدي تشوف انت حاجه بتبتدي تنشئ الملف من جديد او تعدل من جديد، بياخد وقت معاك زي ما حضرتك عارف اللي الريندرنج والموديلنج بتاعه. طبعا لو تغيير كبير فهضطر اعمل مشروع جديد طبعا. ده يعني كان يعني صراحة مش هقول لك أخرني سنة، أخرني سنتين، مش أنا اللي كنت موجود، أنا رحت عليه، كان مشروع يعني، بس الحمد لله ربنا كرمنا وخلصنا يعني العطلة دي كلها بسبب المكتب الفني بتاع الاستشاري، مش المكتب الفني عني، إن المكتب الفني بتاع الاستشاري ضعيف، فكان بيأثر عليه كل شوية، متذبذب الرأي، مش عارف هو عاوز إيه. ده اللي كان بيخلي الناس تسمع كلامه بدون دوكيومنتيشن وبدون أي أبروفال منه، ياخدوا منه فيربالي ويشتغلوا، ياخدوا فيربالي ويشتغلوا، فضاع الدنيا. فانا طبعا كنسلت الليله ديت واشتغلتها كلها دوكيومنتيشن يعني صح، وايه هو التعاقد بتاعي، لكن الحمد لله. لكن انا بناء على المحاضره بتاعت سعادتك والناس تستفيد، ان يعني ان انا اعمل ليميتيشن واعمل باك اب يومي زي ما سعادتك قلت، وفي نفس الوقت السيرفر موجود، ان كل مهندس فعلا من اللي موجودين عشان يحافظ على الشغل بتاعه ما يروحش منه، كل ما هو يعني دوكيومنتد كل كبيره وصغيره في التغييرات، كل ما كان في مصلحته هيقلل اللوسز بتاع الوقت بتاعه.
بالظبط، وبالاخص كمان لو عرفنا نقسم الفايلز بتاعتنا كذا موديل، دي من الطرق برضو الكويسه جدا اللي بتخليني يوم ما اجي اعدل الشغل، علشان في الريفت اغلب الشغل هوستد على بعض، فلما باجي اغير اليمنت بيمسح معاها اليمنت كتير. بس لو انا عندي موديل متقسم لكذا جزء، فبالتالي لما اجي اعدل الشغل هقدر اتحكم وكنترول اكتر لما اكون انا شغال كل الشغل بتاعي في فايل واحد. تمام صح مظبوط. الله يبارك فيك باشمهندس وجزاك الله ألف خير. ربنا يكرمك يا دكتور. الله يبارك فيك، شكرا باشمهندس عمر. ألف شكر لحضرتك يا دكتور. أنا باشمهندس أحمد صبحي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. الأول أنا حابب أشكرك جزيلا يا باشمهندس، فعلا المحاضرة كانت قيمة جدا، تابعتها تقريبا من الأول، وفعلا فيها معلومات مهمة. يعني أنا اشتغلتش قبل كده لاندسكيبنج على ريفت، فكانت مثمرة جدا بالنسبة لي. فبس كنت حابب أسأل سؤال، أنا كنت سألته بس على ما يبدو حضرتك يعني فهمته عن موضوع تاني. كنت بتكلم على موضوع الانوتيشن، أو على فكرة إن أنا أعمل تاجنج لمالتيبل ايتمز عشان أوضح التايب والنمبرز مع بعض كوان تاج. أنت كان في سلايد من السلايد شرحت فيهم الكلام ده، بس لو تمام تكرمت لو ممكن تعيدهم. كنت بتوصل بين شجرات، 3 شجرات كنت بتوصل بينهم بخط كده، وبعد كده ايوه بتدي بالظبط. تاج. فهل التاج ده لللاين ولا التاج للشجر؟ يعني ما فهمتش هي دي. التاج للشجر، التاج للشجر، بس كنا نضطر نعمل ايه؟ ان احنا دلوقتي عندنا 3 شجرات جنب بعض، فبضطر اكتب في الثلاثه بارامتر كاتب ان هم عندهم 3، بحيث لما انا اجي اقرا من اي واحده منهم هيجيب لي ان هم عددهم 3. انت مغير يعني مغير البروبرتيز بتاعت واحده منهم وكاتب فيها ان هي الثلاثه. مزود بارامتر وكاتب عددهم، عدد كل الشجر ده قد ايه طبقا لللاينز اللي طالع. بس الافضل في الكيس ديت ان احنا نستخدم الداينمو او نستخدم الادنز بتاع ارت سكان، هو بيعمل كده اوتوماتيك، بيطلع لك الكوانتيتي بتاعتك. ماشي يا باشمهندس، خلاص كده الإجابة وصلت، شكرا جدا. ربنا يكرمك. جزاكم الله خير يا باشمهندس، ألف شكر لحضرتك، الله يكرمك. ربنا يكرمك يا باشمهندس عمر، واشكركم على شكرا المجهود اللي لحضرتك بتعملوه، جزيلا. فعلا ممتعنا والله فعلا الفتره اللي فاتت دي كلها، وربنا يجازيكم خير ويكرمكم باذن حسناتكم ان شاء الله. ألف شكر لحضرتك، الله يكرمك، السلام عليكم.